دعم المحروقات بالمغرب، بلاغ عاجل من وزارة النقل واللوجستيك. في التفاصيل، أفادت وزارة النقل واللوجستيك أنه سيتم ابتداء من يوم الأربعاء 28 سبتمبر الجاري الشروع في عملية التسجيل للحصول على دعم إضافي لفائدة مهنيي النقل الطرقي. وأوضحت الوزارة في بلاغ لها أن هذا الأمر يأتي تبعا للقرارات التي اتخذتها الحكومة، مشيرة إلى أن عملية التسجيل للحصول على هذا الدعم الإضافي سيتم عبر المنصة الإلكترونية. وأضافت أنه أخذا بعين الاعتبار المستويات الحالية لأسعار الوقود، فإن عملية الدعم المقررة ستمنح وفق الشروط والكيفية المعتمدة خلال الدعم المقدم في 23 غشت 2022، لافتة إلى أنه بعد استئناف أنشطة النقل المدرسي، فإن عملية التسجيل ستفتح أيضا أمام مهني النقل المدرسي لحساب الغير.